السلام عليكم يا جماعه الخير، معكم عادل من قناه انفينيت جيم، واليوم جبت لكم لعبه مورو الشل يا جماعه. واخيرا راح نلعب هذه اللعبه في القناه. انا كنت منتظر هذه اللعبه بفارق الصبر، واليوم راح نلعبها في القناه. اللي ما عنده خلفيه عن هذه اللعبه يضغط هنا، انا عملت فيديو مفصل عن هذه اللعبه، وهذا الفيديو راح يشرح لك كل التفاصيل عن هذه اللعبه. فخلونا ما نطول بالكلام ونبدا نموت. طيب يا جماعة خلونا نضغط نيو جيم ونبدأ نموت. بعطيكم الزبدة يا شباب، هذه اللعبة شبيهة للألعاب البلاربون والدارك سولز، ألعاب يعني السولز يعني. فإذا كنت أنت من محبين هذه الألعاب أكيد راح تعجبك هذه اللعبة. وبدينا وهذا متفسخ يعني، ما شاء الله عليه متفسخ الأخ. انزين، ونحن موجودين بشيء من الأنهار، هذا نهر ولا وادي ما عرفت وش هذا، لكن مهم متفسخ الرجال. زين، وين رايحين احنا؟ انتم وين رايحين يا اخوان؟ اوكي، هذا طلع باب يعني، ما شاء الله باب نزل تحت الوادي. لا ادخل من هذا، بنضارب معاه ايش؟ زين اوكي، هولد ال تي تو هاردن، هاي معناته هذا ميزه التصلب. حلو اوكي، فهمت تقريبا فهمت، هذا هو الميزة تتصلب. لحظة والله لحظة، بعدني ما كنت جاهز. انزل، لحظة يا زبالة. ايوه تعلمنا الميزة التصلب. ف انزين، هذا ايش بيعلمنا بعد يا اخوي؟ شو علي، شو ترى انا تو بادي، بس هذا بيعطيني السيف. اعطيني السيف. يا ساتر على السيف، يا ساتر، هاتولي اعطيني. اوكي اتوقع الحين بنقرب السيف، يعني بيجينا شيء من ذل الوحوش على اساس نقرب السيف، فهذا شيء طيب يا اخوان، هذا شيء طيب. زين تعال، هو ما قلت لكم هات يعلموك كيف تتضارب. اوكي ار بي هود تو هادن، اوكي 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 فهمت. يقول لك ان سر فيها غدره، يعني لازم تقدر بال يو ساتر. لحظه ما قاعد، والله لحظه ما قاعد انا، لحظه ابلع. لا يا حبيبي لا، ما كذا، لا 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 لا، لحظه ايوه ابلع، اي ابلع وقاس يبلعني. لحظة يا حميمي، اقول لك لحظة، ما انا ما اتصلب، هذا مردغني يا اخوي من بداية قاس نتمردغ. احنا الحين نروح، انا بيت اضيع ترى. هذا ويش؟ انا في شيء، هذا ويش؟ اعطيني هذا ويش؟ ايش فائدته يعني؟ ما فهمت. مكتب ويش؟ كونكشن تو ذا موت. اوكي اوكي، هذا سالفه، اتوقع السالفه اللي مسمع يرجعك مكان اللي تسوي سيف. انا ما متاكد، ولكن اذا كنت غلطان اكتبوا لي في التعليقات يا شباب. طيب ساعدوني ارجوكم يعني، ساعدوني لان انا ما فاهم، لان احس نفسي ضايع. لكن هذا ترى المسمع الضباب ترى يخليك ما تشوف شيء يا اخي. انزين حلو، ابلع. لحظة يا اخوي، لحظة يا اخي. لحظة انا اعكف ادبك. لحظة تعال، حتى هو عندي نفس الميزة، عندك نفس الميزة يا زبالة. تعال لحظة ما يصلحش. لا بيقتلني، انا غبي، قسم بالله غبي. انا انسى انه عندي نفس الميزه، انا عندي ميزه التصلب. لحظه شويه، تعال اضرب انت، اول شيء اضرب ابلع، اي اضرب ابلع اخوي. زين شوي علي انا تو بادي، انا بعدني مبتدئ يا زباله. انا هذا اسمه هاردن، اسمه على مسمى ذا. هذا كان تدريب يا اخوان، تدريب، ارجوكم يعني
سامحوني والله ما لعب سيدة، والله كان تدريب بس، فإن شاء الله راح أتحسن لعيونكم فقط، راح أتحسن. يا ساتر إيش هذا؟ يا زبالة إيش هذا؟ هذا مسمى سمكة سمكة وحوت هذا إيش؟ أشكل الحوت بلعني بلعنا الحوت very nice. لكن بصراحة التحكم يعني ممتاز بصراحة، وشوية بطيء ما نفس البلاد بون ولكن ممتاز صراحة، يعني يعني التحرك شوية يعني بطيء يعني ما نفس بلاد بون. بلاد بون كان سريع في التحكم يعني في الحركة قصدي يعني، ولكن اللعبة صراحة يعني لحد الحين أحس أموره طيبة يعني، الله يستر قدام. يمكن بغير رأي لما أموت، أتوقع إذا موت أكثر عن اللازم يعني ما بيعجب من اللعبة. إنزين قم يا الحبيب قم، مالك قم ليش فيك؟ ما ليش فيك بالعين هذا؟ أنا كنت داخل الحين داخل هذاك اسمه الحوت، أنا كنت أذكرش الحوت أذكرش وليش؟ أتوقع يا أخي ما أعرف والله، أنا قاس أخرف ترى. إنزل يعني أحبي. إنزين لا ما أتوقع أذكرشه هذا، ويش هذا؟ كأنه نفق بس، هذا شكله كهف، هذا وين بيطلعنا؟ لكن صراحة الجرافيكس يعني الجرافيكس مرة طيبة صراحة، جرافيكس واجد ممتاز، وهذا يعني طور هذا اللعبة في الاسم ذاك اسمه انريل انجن يعني، فالمفروض يكون الجرافيكس يعني ممتاز ومتطور يعني. انا وين رايح؟ هذا نفق وين يودينا؟ هذا يودينا الى الهلاك اخوي، وين يودينا بعد؟ انزين ما مشكلة، انا ما اريد اموت، انا اتوقع في هذه اللعبة بموت ما اقل عن 50 مرة، اي 50 مرة، يمكن الزعيم الاول بموت 50 مرة. ليه ما خلص اللعبة اتوقع بموت ما اقل عن 1000 مرة. فيعني شباب ارجوكم يعني لا تشرخونا ديسلايك، ترى اذا عملتوا ديسلايك ترى بصيح انا والله، لاني تعبت والله، تعبت اسجل هذا الفيديو، ايه تعبت وبالي بس. انزين اوكي هذا لمن؟ قاسين يعبدوا ليش؟ تعبد من يا حبيبي؟ انزين المفروض نحصل ذاك ايش يسموه هذا يا اخي، درع محارب. انزين وهذا الدرع كل درع يكون عنده ميزه يعني، تقريبا في 4 دروع حلو، وكل درع يعني في ميزه يعني، مثلا الدرع الاول يكون ميزته يعني تصلب يعني ولا يكون الهلف ماله عالي. شوف هذا الدرع الاول، حصلنا الدرع الاول حلو، اتوقع هذا الدرع يكون قوته في الاسم هذاك يعني في الاستمناء يعني في اللياقه، مش متاكد يا هذا يا الثاني يعني بيكون ميزته اللياقه يعني ما يتعب بسرعه يعني. فخلينا نشوف اذا هو ولا لا. يا ساتر على الدرع، انه الدرع المحارب يا سادة. اوكي اوكي هذا هيلف، اتوقع ذا ميزة الهيلف يعني هيلفه شوية عالي اتوقع، انا ما متأكد ولكن بنروح هذا الصوب. لا نحن طلعنا من هنا، وين رايح انا؟ نروح هذا الصوب. انزين انا بيت اضيع من تو. اوكي هذا ويش؟ شوف شباب، شوف هذا الفطر، هذا فطر فائدته انه يعبي الهيلث يعني، وشوف ما يعني بعد اسمه ينزرع مره ثانيه، ترى تنتظر ليه ما ينترس هذاك ويرجع مره ثانيه يعني ينزرع مره ثانيه الفطر، فائدته الفطر يعني هو ذا الهيلث يعني، يعطيك فل هيلث، ما فل تقريبا نص وكذا كم شيء، هذا فائده الفطر الاحمر. في انواع ترى بعد، في اتوقع غير هذاك اللي يكون فيه سم اتوقع، مش متاكد، هذا اللي اتذكر انا. المهم اذا انت ما فاهم اسمه ما فاهم شيء عن هذا اللعب اضغط فوق، اضغط هنا انا عملت فيديو مفصل حلو. خلونا نشوف ايش هذا. هذا ايش فائدته؟ انا ما فهمت بعدين، ما فهمت ايش هذا فائدته، لا ولكن بنفهم بعدين قدام، حنفهم قدام. هذا شوف بعده ما انترس، لما انترس يعطيك فطر ثاني حل هيلث. هذا ويش
ايش من بيوت ذاك اللي فوق؟ لا لازم نروح هناك فوق، لازم نروح. هذا هذا باي قبل عيد منته، باي يروح فوق على اساس يموت. زين في واحد ناقص ينتظرنا. هلا 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 بوي. لحظة 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 لحظة، شفت انتوا ايش قاعدين تسوي هناك؟ شاوية؟ يا اخوان شاوية. لا سالفة فيها شاوية. اقول لك يا حبيبي. اسمع يعني عادي اتفضل معك بس باقي لحم. ما يصير يعني؟ زين انا عارف ادبك، عقب انا بتفضل بالسيف. يا زبالة شيء مسمى ذاك. يا الله لا مسوين فخ بعدك، مسوين فخ. ابلع. انزين ابلع. ايوه لا تسوي فخ مره ثانيه. انت وش انت وش سالفتك؟ ايوه زيدني زيدني يا حبيبي زيدني. تعال تعال انت تعال اضرب. بس بس هذا اللي عندك، هذا اللي عندك. شيء جيتار يا اخوان، هذا جيتار ولا عود؟ هذا اتوقع عود. قضيته بعدين مو اسوي ايش فلت هذا اللي اسمه. اوه كان بيسوي جا كل اسمه. لحظه 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 يا اخوان لحظه لحظه. اذا انا انا استخدمت هذاك يا اخي مال ويش هذا؟ طلعني من اللي اسمه من درع مالي. لحظه بغرقع. اوه لما ترقع يعطيك فول هيلث. حلو نايس. هذا كلب يا اخوي، لكن بيطلع منك، بيطلع منك. نام حبيبي نام نام، تصبح على خير نام. ما اعرف ما اعرف بعد ليش قاعد تصورك. ما اعرف هذا ويش، هذا ويش فادته، هذا ويش باغ انت؟ انت ايش فيك؟ ما اعرف هذا ماله. شوف 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 شكله. هذا يقول كان انا ما فاضل لك، يقول انا ما فاضل لك. انزين حصلنا شيء هنا يا اخوان. كيف استخدم الاسمه الفطر؟ كيف استخدمه؟ تورطت لك الساعه، ما عرفت كيف استخدم الفطر. لحظه لحظه انا كانك لحظه شويه يا زباله. تعال تعال. قصيت عليش، قصيت عليش يا حبيبتي. هذا قاسي يعزف هناك والله، والله قاسي يعزف. اقول لكم انا بغير طريق، بروح طريق الثاني لان هناك احس امورهم امورهم ما طيبه ترى. هنا اتوقع انا قاعد ارجع يا غبي. هذا الصوب المفروض نروح هذا الصوب صح؟ لا يس 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 اتوقع هنا، هنا الطريق، هنا الطريق. خليني اروح فوق هنا. اوكي تمزح معاي ذا يا زبالة، لا تضرب من بعيد. تعال لحظة 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 لحظة. ما يصير ما يصير يا حمار. انا ميت انا ميت. قسم بالله اللعبة مش سهلة يا شباب، مش سهلة ابدا. من تو بتموت، كيف السالفة اخوي؟ بعدنا ما وصلنا عند الزعيم، اول زعيم. يلا ما يصير كذاك، لازم اتحسني، لازم اتحسني. صح ما يصير. زين شوف وين رجعوك. يا الله يرجعوك من بداية، هذا مشكلة العاب السولز، يرجعوك من بداية لما تموت. ولكن اعطيني اعطيني يا اخوان كيف استخدم هذا؟ لحظة 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 انا ما فهمت كيف استخدم هذا. اوكي يا اخي انا غبي قسم بالله. تضغط اشارة فقط يغير الايتم. انا وين خلينا نروح، خلينا نروح هذا الصوب، نشوف هذا الصوب. انا هناك مت انا، فانا ما بروح هناك. انزين تعال تعال. لحظة انا ما عندي تصلب. تعال هذا السيف ما يوصل يا اخي، ما يوصل بعيد.
هذا يقول لك تعال 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 بتموت. بموت ها لحظة بتشوف بتشوف عقب من بيموت من بيموت. يلا ضرب كل حال من يا زبال. اه شو كيف طاح هذاك؟ طحتي موزو يا اخي. 1 في 1 1 في 1 اضرب اه اضرب اضرب. هذا بيضربني. ايوه تعال تعال تعال. بديت افهم شباب بديت افهم بديت اتحسن بديت اتحسن يا اخوان. تخريب بديت اتحسن بديت اتحسن. لحظه لحظه لحظه. اوكي تقدر تضرب دبل شوت. ابلع ابلع يا حبيبي ابلع. خلا خلا البيت. انت مو قاعد تسوي اللي تهددني ويش؟ تعال بشوف هذا التهديد مو يسوي. يلا قرب قرب املع املع. نام نام زياده. تلحف تلحف. ايوه اصرخ. طلع العذاب طلع العذاب طلعه طلع الروح طلع الروح. اوكي يا اخوان انا قاعد اسلم بس قاعد اسلم يا سلم يا اخي. باغي باغي شيء من مشاكيك. اوب اي ايوه عندي ميزه تصلب حبيبي عندي ميزه التتصلب. انا ميت يا الله. خلونا نستخدمها. يا زبالة أنا ميت أنا ميت. يو لو ما هذا الميزة خلاص ميت أخوي. أنقذني يا أخوي. في واحد ثاني. أوكي هذا من اسمه الفطر ينترس شوي شوي يا أخي. بطيء جدا لكن ما علينا بنروح هذا المكان. اصلا جاي احل هذا الشيء ترى حتى ما فيش فائده. هذا اوكي يخلي اتوقع السيف يخلي يعني يكون يكهرب يعني السيف يخلي السيف يكهرب. زين خلينا ننزل هنا لان اتوقع ماشي مكان ثاني. ذاك الكبير يا اخي ذاك وايد قوي يا اخي. خلينا اخذ لي فطر ثاني. احتاج فطر يا اخوان. مخلص عندي الفطر. أذنة. Thank you. رجع ال رجع السوز مالي. يا أخي ذاك اللي عند السهم ولا إيش هذا قاسي يوربي بالسهم ولا إيش. تعال تعال أقول لك تعال. لا أنت تعال لا أنت تعال. شت أنا وش بسويته هذاك هذاك بيورطني يا اخي. لكن تعب موسو سو كذا ويشرد يا حبيبي. ما شغيت سلم كذا. تعال تعال يا اخي. 1 في 1 يا حبيبي. والغير لا الغير هذاك يورب به يورب به. تعال تعال. انا بديت ازعل انا بديت ازعل يا حبيبي بديت ازعل. اوكي انا عفد بك انت. انا خليني اخلص على هذا وقانك. وينك وينك يا الزبال انت. لا اثنين بعد ما واحد. تعال تعال تعال. وين قاعد تضرب؟ فهمني اي مكان ضربني هذا. اوكي اوكي هذا ما عندي ما عندي استمنة ما عندي اسمه لياقة. لحظة 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 شوية لحظة. وين السهم؟ وين السهم؟ وين السهم؟ وين السهم؟ صوتي بدي يتقطع يا اخوان. وين السهم لكن؟ لحظة لحظة انا بديت اعصب بس ما اعرف ليش. خليني اهدي الاعصاب واخذ الاغراض اللي هنا. هذا الفار هذا ايوه هذا الفار ترى نفس الشيء فائدته انه يرجع لك الهيلث. فائدته انه يرجع لك الهيلث الفار. شوف هذا الفار اللي هنا لحظة اراويكم. وين وين؟ وين راح الفار؟
الفار يقول لك حبيبي انبزكت انا، راح اراويكم بعدين لاني ما عرفت وينه. اوكي انت هنا وش في؟ حقينا من هنا صح؟ اوكي خلصنا على ذلك اللي كانوا موجودين هناك، فاتوقع الطريق راح يتشون من هنا. انا بيت اضيع صراحه، انا ما اعرف وين رايح، ما اكذب عليكم شباب انا ما اعرف وين رايح، لكن اتوقع هنا ما شغل هنا. يا سلكن على البارك انت اسد قص طلع لي هذا الصوت، شيل هذا الاسد هذا اللي قاني تو ترى مشكله. اوكي لحظه لحظه شويه شباب لحظه، شوف شباب شيء، شوفوا في تقريبا اوكي اربع الدروع، كل درع كما قلت لكم في السابق كل درع الى يعني تخصصه يعني. شوف هذا ها اوكي اسمع خليني اضغط هذا وخليه، تعرف وين اخليه؟ هنا. حلو عندي الفار موجود، خلينا احسن استخدم الفار. شفت كيف يزيد الهذ؟ اتوقع الفار احسن عن من اسمه هذا، احسن عن الفطر، احسن عن الفطر. ايوه حبيبي، ايوه حبيبي شقيت، ايوه ابلع. لحظة هدي يا حبيبي هدي، انت كبير انا صغير، انا كبير انت صغير، انا لا قصدي انا كبير. مسكين مات والله مات، يرحمش. لا لا يا زبالة لا تجيني كذا، وانا ما مستعد. تعال تفضل معي اضرب. قصيت عليش هذا، وش فائدة هذا اللي انا ما فهمت وش فائدة هذا؟ هذا شوف يا زبالة، خوز منه، ما فاضل لك انا. تو المفروض وين اروح يا اخي انا؟ يا اخي مليون واحد هنا، اقول لكم الشور ده يفضل نشرد لانه واجدين ترى. اوكي في ناس باغين يقربوا سلاحي، ما انت لكن ما انت. انا وصلنا منطقة ثانية يا اخوان، فول جريم وصلنا فول جريم، منطقة جديدة هذه، منطقة الموت يسموها. يا اخوان كيف بضارب كل هذول؟ كيف بضارب كل انتوا واقدين يا اخي؟ والله الشردة، والله الشردة يا اخوان، انت مجنون ضارب كل هذول. بجيب بعدين لاني احس نفسي ضعيف الحين. هذا وش فايدته يا اخي؟ ما فهمت. هذا ما اتوقع اللي هو نفس العباره يعني تشيك بوينت ولا السيف. انا وين دخلت؟ دخلت مكان بس كذا، دخلت يعني شفت مكان ودخلت. والله اللعبه ترى شباب اللعبه يعني صعبه. فالله يعيننا، ما اعرف اذا بقدر اخلصها لكن بحاول يا شباب، والله بحاول. انزين اوكي هلا والله. هذه اتوقع هي اللي هذه هي اللي تطور من مهاراتك يعني. There won't be any merriment around the bonfire here. Bonfire. Okay. The dead call this place home. Okay. قل لك إن ما شاء bonfire نفس ال مسمو ذا، نفس ال مسمو ذا ألعاب Dark Souls. So then. فهي عبارة البونفاير. Sip the divine tar. Divine. Okay. انت هنا شوف هنا تطور، شوف ابيليتيز هنا تطوروا المهارات معكم، ولكن اتوقع الحين يعني ما عندنا شيء نحن. انا ما جمعت شيء ترى لاني شردت من هذيك المنطقه.
فأتوقع يعني ما نقدر نطور شيء لأن ما عندي لا عندي سورز ولا شيء. خلونا نسمع مش يقوله. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. Okay. They know better than to attack us. Me too, I know better. But they followed us at a distance. Right. Hoping for scraps. اللي فهمت أنا قاسي خرف. ما فهمت شيء صراحة ما فهمت. Okay. The brigands pointed us toward the temple. لا أخوي خلاص زين فهمت. لا تشرح لي مرة ثانية. Okay, the bring to the temple sent by the devil, the alien in the line with those who offer the false spirit, they entertain themselves with a drunken and هذه شرب واجد أخي. هذه لا سكيرين. Violent cruelties, they know better than attack us. But سالفة تنمر يا شباب. سالفة تنمر. في وقت الحالي يعني في وقت الحالي ما نقدر نحسن من المهارات. طيب يا جماعة الخير راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان. ادعمونا باللايك والشير واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا حابين اكمل هذا اللعبة. كان معكم عادل من قناة تيمبين جيمينج ونلتقانا في فيديو القادم. سلام.